أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقة جديدة على قناتكم عبد الرؤوف 89. من فترة كده جالي إيميل، وكان الإيميل ده مكتوب فيه كلمة ASAP كلها حروف كابيتال، فأنا استغربت إيه الـ ASAP ده يا جماعة. وبعدين بدأت أسأل الناس اللي حواليا، هندسة هو إيه الأساب ده؟ أساب؟ فقام جاي مفكر كده شوية وقال لي لأ، دي مش أساب، مكتوبة كابيتال كلها. قال لي ديت as soon as possible، يعني في أسرع وقت ممكن. وده اللي دعاني ان انا ادور على بعض المعلومات ازاي اكتب ايميل الكتروني بشكل كويس جدا، لان في شغلنا معظم الناس ما بتعترفش الا بالايميلات، ويقول لك انا بيني وبينك الورقه والقلم، ابعت لي ميل وابعت لك ميل. ففي طريقه او بروتوكولات معينه او اتيكيت معين في كتابه الايميل او البريد الالكتروني. في بعض الاختصارات المشهوره جدا في البريد الالكتروني كان لازم ادور عليها واعرفها، ولما عرفتها حبيت انقلها لحضراتكم علشان المعرفه تعم، وده اللي هنعرفه في فيديو النهارده. تمام. من خلال موقع انجلش لايف على الانترنت وجدت بعض الخطوات المهمة جدا في انك تكتب بريد الكتروني مثالي. اول حاجة حسب الموقع بيقول لك ابدأ بتحية احترافية، بيقول لك دايما انك تبدأ البريد الالكتروني بتاعك بتحية ودية احترافية. وموضوع ودية ده بيعتمد على درجة يعني علاقتك بالشخص اللي انت بتبعت له الميل. الشخص ده لو قريب منك قوي العملية هتبقى حلو، ولو بعيد عنك او رسميا هتبقى التحيه رسميه اكتر، ده حسب علاقتك بيه. لو عايز تبدا مثلا البريد الالكتروني بعباره اكثر رسميه، يعني حاجه رسميه قوي، تقول له دير مستر احمد مثلا، دير مستر احمد. واحمد ديت هي لقب عائله المستلم مش اسمه هو. ولو كنت الراجل اللي بترسل له او الشخص اللي بترسل له الايميل ده عارفه قوي معرفه قوي، فممكن تقول له هاي احمد او هاي محمد. وفي الحالتين تاكد انك كتبت المستلم بشكل صحيح، لان مفيش شيء مزعج ابدا في الدنيا قد ان الانسان يكتب اسمه بطريقه غلط. وبيقول كمان الموقع ان في بعض الاحيان ما بيكونش عارف اسم المستلم او الشخص اللي هترسل له، زي مثلا لو بتقدم على وظيفة. ففي الحالة ديت انت ما بتكونش عارف اسم الشخص اللي هيستلم منك، فممكن تقضي بعض الوقت في ان انت تدور على مدير التوظيف او الشخص اللي هيستلم منك الايميل. بيقول لك ان لينكد ان هو منصة كويسة جدا للبحث عن اسم الشخص اللي هترسل له الميل بتاعه. لو انت مش متأكد 100% من اسم الشخص اللي هتبعت له الميل او اللي هيستلم منك الميل، ممكن تستخدم المسمى الوظيفي بتاعه، يعني مثلا تقول دير هايرينج مانجر، يعني عزيزي مدير التوظيف، او اسم الشركه او اسم الفريق اللي حضرتك هتبعت لي الميل ده، زي مثلا دير امازون انوفيشن تيم، يعني عزيزي مركز امازون للابداع. وبيقول كمان الموقع ان البدايه دي تكون افضل الخيارات من ان انت حضرتك تبدا البريد الالكتروني بتاعك بتقول دير مستر او دير ميسز او دير مدام او الى من يهمه الامر. ويقول لك كمان الموقع ان اذا كنت بترد على الميل فمن المفضل او المحبذ، او يعني انا بقول ان لازم تقول كلمه شكرا. شكرا دي جميله جدا، يعني حتى لو الميل ما بعت لك هتكتب فيه شكرا بس. Thank you for getting in touch، يعني شكرا للتواصل او شكرا لدائما التواصل مع بعض. يعني Thank you for prompt reply، يعني شكرا لردكم السريع او المستعجل. او Thank you for getting back to me. النقطة الثانية اللي بيتكلم فيها الموقع بيقول بعد ان تبدأ بتحية احترافية، وضح الهدف الخاص بك، يعني وضح الهدف الخاص بك من الميل، لان الميل دايما بيتقري من خلال الموبايل، فمش من المعقول بقى ان هو يقعد يقرا في موضوع تعبير عشان يعرف انت عايز ايه من الميل، فلازم ان يبقى الدنيا واضحه. هاي احمد، يعني مثلا تقول له I'm writing to inquire about، يعني انا بكتب علشان استفسر عن او استعلم عن. ولو كان الايميل بتاعك انت منتظر ان المستلم يعمل اكشن، فتاكد ان انت تبقى كاتب له حاجه زي كده، مثلا ارجو ان تنظر فيه، could you look into this، وشكرا جزيلا لمساعدتكم مقدما، يعني شكرا جزيلا مقدما لمساعدتكم، many thanks in advance for your help. النقطه الثالثه اللي بيتكلم فيها الموقع بيقول ان استخدم عبارات انجليزيه احترافيه. لو انت بتكتب الايميل بالانجلش ودي اكثر الحاجات المتاحه او الاكثر شيوعا، خليك محترف او تاكد ان الجمله اللي انت كاتبها جمله صح، وخاصه اذا كنت بتبعت الايميل ده لحد بيقرا الانجليزيه كلغه ثانيه. يعني افترض مثلا ان هو بياخد منك الميل حد مش نيتف في الانجليش، يعني مش اللغه الاساسيه بتاعته انجليزي، ففي الحاله ديت خليك حريص ان هو تقول له كلمات واضحه، في نفس الوقت ان هو لو في كلمه مش عارفها هيروح لجوجل ترانسليشن مثلا ابسط مثال ويسيرش ويدور عليها، فلو ما لقاهاش تبقى مشكله بالنسبه له، فخليك حريص ان هو يفهم انت عايز ايه. من الاخر بلاش تتفزلك كتير، وبرضه خلي كلامك مختصر بحيث ان هو يفهم بسرعه، وفي نفس الوقت ليس كونك مختصرا انك تكون وقح، فلازم يكون مهنيه ايجابيه كده، خلي الايميل فيه روح وديه ودوده، مثلا thank for your help، thank you for your consideration، شكرا لاهتمامك. وبرضه ممكن تقول له لو كان في اسئله ما تترددش انك تسالني، انك تتواصل معايا، if you have any questions don't hesitate to ask me، او مثلا I look forward to hear from you، يعني انا مستني اسمع منك او اتطلع ان انا اسمع
معك، دي جمله برضو ممكن تستخدمها. واخر حاجه بيقول لك انك تختم الميل بشكل مهذب، بتنهي الميل بتاعك بنهايه مهذبه وتحطها باسمك واسم المسمى الوظيفي بتاعك. وفي الميلاد بيكون في اوبشن انك تعمل مارك او ساين تحت اي ايميل انت بتبعته، مثلا ثانك يو عبد الرؤوف عماد مش عارف هو ان ايه مينتنس انجينير وهكذا، وبعدين اسم الشركه بتاعتك وهكذا. مثلا كلمه زي كايند ريجاردز اطيب التحيات، او بيست ريجاردز، او سينسيرلي اللي هي خالص التقدير، ميني ثانكس شكرا جزيلا، وهكذا. دي كلها كلمات ممكن حضرتك تستخدمها في انك تنهي الايميل بتاعك. وقبل ما تضغط زر ارسال او سند للايميل يا جماعه، تاكد ان الايميل خالي من الاخطاء الاملائيه، تاكد ان الاسم الموصل اليه صح، تاكد ان ايميله صح. وبكده كنا هنا خطوات كتابه الايميل. في نصايح اضافيه بقى موقع حاططها، بيقول ان اول حاجه يجب ان تكون خانه الموضوع واضحه، انت بتتكلم في حاجه واضحه كلير. افهم الفرق كويس قوي بين سي سي والبي سي سي. سي سي يعني نسخه كربونيه. السي سي يا جماعه هو خانه انت بتحط فيها ايميلات، ان انت بترسل الميل لكذا حد، الموضوع بتاعك انك عامل سي سي لحد تاني. ومعنى سي سي انك بتبعت ايميلات لكذا حد مع الشخص اللي انت باعت له، والحد ده الايميلات كلها واضحه للكل، يعني كله ممكن يعرف كله، كله ممكن يعرف مين الميل باعت لمين. انما البي سي سي وهي نسخه كربونيه عمياء، اللي هي باعت لكذا حد بس الايميلات مش ظاهره لبعضها، مش عارف مين ما بعت له. وكمان كلمه ريبلاي وريبلاي اول، كلمه ريبلاي معناها انك هترد على شخص واحد، اما ريبلاي اول فمعناها ان كل المذكورين في الرساله هيشوفوا الرد. ولو عايز تقول له ان في اتاشد موجود في الميل، فتقول له بليز فايند اتاشد في الجمله في الموضوع بتاعك عشان يعرف ان في اتاشد موجود. وتجنب كثير من الفكاهه والسخريه عشان ده ممكن يتفهم غلط. احرص على تنسيق الكتابه في الميل، اللي هي بقى العلامات الترقيم، الاسماء تبداها بحروف كابيتال، الكلام ده كله. لو في اندات كتير حط كوما، كوما في اخر واحده تحط قبلها اند. واحرص دايما انك ما تستخدمش خلفيه ملونه، ولو استخدمت ما تستخدمش حاجه مبهره او ملفته للنظر او متعبه يعني. ونيجي بقى لبعض الاختصارات الهامه والشائعه المستخدمه في البريد الالكتروني، ده مهم جدا. عندك اول اختصار ASAP، معناها as soon as possible، يعني في اقرب وقت ممكن. ENC ودي معناها انكلوز، وديت معناها انك عندما ترفق شيء في الميل بتاعك بتكتب الكلمه دي ENC. RSVP، RSVP ريبوندي سيرفوبلي، ودي كلمه فرنسيه مش عارف جايه هنا ليه، بس هي معناها الاختصار ده. او بليز ريبلاي، ريبلاي. FYI معناها فور يور انفورميشن، او خلي عندك علم ان في كذا، عندما تريد ان تخبر الشخص الاخر بمعلومه ما. FAO for the attention of، يعني لما تخصص الشخص اللي هيستلم منك الرساله. PS postscript اللي هي ملحوظه. ونشوف مع بعض كده مثال لبريد الكتروني جاي من الموقع برضو، بيقول ايه. Dear Mr. Jack, I'm writing with regard to the proposed deal with X company. Please find attached my final report. I have also attached a separate document with a more detailed financial analysis. Plus I have already forwarded you the latest proposal from X company. I think that's all you need for now. I'm seeing Sheila as she will need to see any comments you have. Please don't hesitate to contact me if you have any questions or concerns. Best regards, Amanda. لو بصينا الميل ده ترجمته بالعربي كده. عزيزي السيد جاك، انا اكتب اليك بخصوص الصفقة المقترحة مع شركة اكس. يرجى الاطلاع على تقرير النهائي المرفق. لقد قمت ايضا بارفاق وثيقة منفصلة بها تحليل مالي اكثر تفصيلا. بالاضافة الى ذلك لقد قمت بالفعل بارسال اخر اقتراح مقدم من شركة اكس. اعتقد ان هذا كل ما تحتاجه الان. انني سارسل نسخة كربونية اضافية الى شيلا، لانها سوف تحتاج الى رؤية اي تعليقات خاصة بك. من فضلك لا تردد في الاتصال بي اذا كان لديك اي اسئلة او تحفظات. مع اطيب التحيات، اماندا. وده كان فيديو اليوم، ارجو يكون حضرتك استفدت. لحضرتك لايك وشير، ولو مرة حضرتك شوفنا سبسكرايب في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.